ومن غزة ينضم إلينا السيد عائد ياغي القيادي في حركة المبادرة الوطنية. سيد ياغي، يعني استمعنا إلى أسباب الجبهة الديمقراطية التي انطلقت منها لمقاطعة جلسة المجلس المركزي، فهل تنطلقون من نفس الأسباب؟ يعني نتشاطر مع الرفاق في الجبهة الديمقراطية بأسباب عدم المشاركة في الدورة المزمع عقدها غدا في رام الله. دورة المجلس المركزي القادمة تم الإعداد لها بدون تشاور وطني كما جرت العادة خلال الدورات السابقة. من المفترض أن القيادة الفلسطينية والتي تضم اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل أن يجتمعوا ويتشاوروا ويضعوا جدول أعمال هذه الدورة. للأسف الشديد هذا لم يتم، ناهيك عن أسباب أخرى، ليس فقط عدم التزام قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها سواء في المجلس الوطني الذي عقد في مايو من هذا العام أو قرارات المجلس المركزي الذي عقد في يناير من مطلع هذا العام أيضا، وكذلك قرارات السابقة للمجلس المركزي الذي عقد في مارس من عام 2015. قرارات عديدة في تلك الفترة رحبنا بهذه القرارات وتمنينا أن تنفذ على أرض الواقع. ولكن قرارات كان يمكن لها ولكن سيد عائد يعني ولكن الا يشير ما الوطنية الى مرحلة اخرى وان ولكن من يعني ما التي تقوله ابناء شعبنا الفلسطيني. سيد ياغي، ما تقوله الا يشير بشكل او باخر الى ان السلطة او النظام السياسي الان يعني بات لا يعبأ بتذمر الفصائل الفلسطينية وبانتقاداتها لهذا النظام، وبات يعني ليس لديه مشكلة اذا ما خرجت وانضمت المزيد من الفصائل الى صفوف المعارضة؟ للأسف الشديد يعني هذا هو سؤال مطروح الآن على جميع أو على جميع القوى الوطنية الممثلة في داخل منظمة التحرير الفلسطينية. نحن كمبادرة وطنية فلسطينية تم تمثيلنا في منظمة التحرير في المجلس الوطني الذي عقد في مايو من هذا العام، ونحن رغم عدم مشاركتنا غدا في أعمال هذه الدورة للمجلس المركزي الفلسطيني إلا أننا نعتز بعضويتنا في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسنعمل جاهدين مع بقية القوى الوطنية وبقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على تفعيل دور المنظمة وخاصة دورها الكفاحي ودورها المساند لأبناء شعبنا الفلسطيني، لأن المنظمة كما ذكرت دفع من أجل الوصول إلى الحالة التمثيلية لها. ولكن سيد ياغي، ما الذي ينتظر النظام السياسي الآن إذا ما استمر احتكار القرار واستمرت هذه الفصائل في التعبير عن معارضتها من خلال الخروج ومقاطعة هذه الخطوات وهذه الفعاليات؟ بصراحة يعني يصبح نظام كالسلطة القائم، نظام الحزب الواحد الحزب الحاكم، وهذا مرفوض في يعني في تعاملاتنا وفي علاقاتنا الوطنية. يعني منظمة التحرير الفلسطينية تضم يعني تعددية سياسية وفكرية وحافظت خلال الفترات السابقة على هذه التعددية، وكان يعني يتم احتواء جميع الآراء سواء المعارضة أو غيرها داخل صفوف منظمة التحرير الفلسطينية. للأسف الشديد يعني ما نلحظه وما نشاهده ونعيشه الآن هو مخالف لكل هذه العادات التي والتقاليد الوطنية التي فسارت وحكمت العلاقات الوطنية خلال الفترة السابقة. ناهيك أيضا عن عدم الالتزام بالقوانين الناظمة. وصلت الفكرة سيد عائد، لعمل المجلس الوطني الفلسطيني. نعم، شكرا لانضمامك إلينا سيد عائد ياغي القيادي في حركة المبادرة الوطنية، كنت معنا مباشرة من غزة.